أصدر سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات قرار رقم 136 لسنة 2022 بتشكيل لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية. وطبقا للقرار تختص اللجان بمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. ويعلن رئيس لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة بها وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف لجان الاقتراع والفرز، وترسل نسخة من نتيجة الانتخاب مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.